السلام عليكم. اليوم حابين نعطيكم بعض المعلومات على مدينة بوغزول أو بوغزول، صاحب الغزلان، يعني بوغزول صاحب الغزول ماشي بوغزول، يعني غزول عندها معنى آخر. إذن نروح نشوفه أين وصلت الأشغال بمدينة الجديدة نتاع بوغزول على ضوء آخر تجديد حين نتاع جوجل أرث، الميزاجور كما نقولو حنا تعود إلى بضعة إلى 3 أشهر، يعني في شهر، لا مش 3 أشهر، 4 أو تقريب 5 أشهر، تعود إلى شهر فيفري من سنة 2021. إذن الصور تعتبر جديدة. نشوف أين وصلت الأشغال في مدينة بوغزول. نحاول نقرب هنا نشوف المدينة هذه، ونشوف كذلك هذا السد نتاع بوغزول قديم، وقديم يعود إلى الفترة الاستعمارية. وهذا السد هذا لا ديك نتاعو، الحاجز يعني أين يصب النهر، هنا يصب، هنا هذا هو النهر الذي يغذي سد بوغزول. ثم في السد هذا عند في الاخر يجي الواد، يعاود يرجع للواد، هذا هو المجرى تاع الواد. اذا وهنا اشغال التهيئه نتاع الحافه نتاع السد ليصبح بحيره، وهذيك البحيره تصبح قابله للعيش على ضفافها. وثاني لانتيغراسيون تاع اللاك، هذا تصبح لاك ينتيغري لو بلان دورباليزم نتاع المدينه الجديده، يولي اللاك هذا يولي جزء من المدينه الجديده. اذن هنا نلاحظ لي زاميناجمون، بعض التهيئه نتاع الضفاف نتاع السد هذا، وكاين طرق هنا، نشوفوا الطرق هنا على الضفاف. إذن هذه هي الأشغال تاع التهيئة بتاريخ 20 فيفري 2021. نزيد نلاحظ الملاحظة الجديدة كذلك، هي ملاحظة مهمة جدا، وهو أن التخطيط لو بلون انيسيال نتاع المدينة الجديدة تغير، بحيث فيه ديزيكستانسيون للمدينة، فيه توسعة للمدينة، أشغال توسعة. نشوف بأن هذه الطريق هنا وهذا الطريق هنا، الطرق هادية لم تكن موجودة في المدينة اللي كان مخطط لها من قبل. وهنا نشوف بعض الطرق هنا، دي تيراسمون هنايا وهنا كذلك، هنا هذه أشغال توسيعة. والتوسعة هذه تاع المدينة تاع بوغزول سوف تصل إلى ضعف، يعني هذه هي المساحة تاع المدينة اللي كانت مخططة إنيسيالمون في الأول، الآن المدينة سوف تصل إلى هذا الخط هنا. وهذا الخط هو في الحقيقة طريق، طريق نتاع بوغزول نحو جلفة، الطريق القديم نتاع بوغزول جلفة. وهنا كذلك نلاحظ حاجة جديدة اللي ظهرت مؤخرا، وهي محطة نتاع بوغزول للسكك الحديدية. هذه هي المحطة الجديدة نتاع السكك الحديدية نتاع بوغزول. ويعني بعض يعني المآخذ على المشروع هذا، انه المحطة بعيدة بزاف على مركز المدينة،
ونشوف البعد نتاع المحطة. ناخذ المركز هنا يعتبر حوالي 4 كيلومترات، وهذا يعتبر بعيد على المدينة الجديدة تاع بوغزول. مثلا كذلك لاحظ المدينة الجديدة القديمة تاع بوغزول، هذه هي المدينة القديمة نتاع بوغزول، وهنا كذلك نشوف المحطة نتاع لاباز في، يعني القاعدة تاع العمال نتاع الشركة الكورية التي تقوم بالأشغال التهيئة لزانفراستركتور لترابو دانفراستركتور نتاع المدينة الجديدة. كذلك حاجة ثانية كنقولوها هي أن المدينة الجديدة الأشغال نتاع الانفراستركتور يعني قاربت 100% كلها انتهت. وماذا نعني بأشغال الانفراستركتور؟ أشغال تاع الهياكل القاعدية هي تمديد القنوات نتاع الصرف وتاع الفيبر اوبتيك وتاع الانترنت والكهرباء والمياه وكل ما هو امدادات للمدينة الجديدة، حيث انه تم بناء مسمى انفاق تحت الطرق هذه، كاين انفاق دي جاليري بما يصل، لقيت الرقم هذا في وقت عندها مدة وصلت إلى حوالي 400 كيلومتر نتاع أنفاق. الحجم نتاع الأنفاق هذا هو مترتين وربعين على 3 أمتار، يعني قسم ما يدخل الإنسان سعنا سيدي غالري فيزيتابل، يعني قسم ما يدخل الإنسان باش يدير الصيانة نتاع لي ريزو ديفير. إذن هذه أولا، هذا ما هو تحت الأرض. فوق الأرض هناك أشغال نتاع التزفيت نتاع الأرض، البيتيوماج انتهى الأشغال، كل هذا كما تشوفوا هنا كل هذا سي دي تون كوش دو غودرون تاع الأسفلت مختومة، بقات لا دينيير كوش اسكون أبيل لا كوش دو فينيسيون نتاع الأسفلت نتاع الغودرون، نقولوا حنا بالعامية الغودرون. لا كوش دو فينيسيون مازال ما اندارتش الاخيره، وهي لا كوش دو فينيسيون تجي في الاخير باش تكون لا روت بروبر باش ما تكونش فيها شوائب. اذا تبقى هنا لو ريزو هذا بقات فيه غير لا دينيير كوش دو فينيسيون، هاك دينيير كوش دو فينيسيون. حتى الارصفه مخدومه، نشوف هنا الارصفه هنايا مخدومه، هنا الخط الابيض هذا هو الرصيف، الارصفه مخدومه. نشوف كذلك الأشجار، حتى الأشجار مخدومين هنا، الأشجار على طرف الطريق، هذه النقاط هذه هي أشجار مغروسة على طرف أطراف الطرقات وهذه مخدومة. نشوف هذه هي سكونابل ليزانفراستركتور، كل هذه الأشغال نشوفوا باللي على كل الطرقات موجودة، بقات عملية الشروع في عملية البناء، يعني لوربانيزاسيون تاع هاد لي زاسيات على حسب المخطط اللي راه مخطط لهاد المدينة. تو نشوف العقلية الآن، علاش المدينة هذه معطلة؟ لأن العقلية السائدة عند المسؤولين في الجزائر الآن نروح نشوفوا علاش المدينة هذه راهي معطلة، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى العقلية، العقلية السائدة لدى المسؤول الجزائري. من أسفل الهرم إلى الرئيس، لو نقارن المدينة هذه بالمدينة مصدر، مدينة جديدة مصدر في الإمارات العربية المتحدة واللي بدات
هذه مدة 10 أو 12 سنة، أين وصلت المدينة هذيك؟ وين راهي المدينة تاعنا هذه تاع بوغنسول؟ نشوفوا بلي العقلية ماشي كيف كيف، حتى يعني في السياسة بصفة عامة نتاع الدولة، يعني الركائز نتاع الدولة، الناس بزاف كتبوا لي تعليقات ويقارنوا قارنوا مشاريع تاع الجزائر بالمشاريع في مصر وفي المشاريع في الإمارات. أنا على بالي بيهم، نعرفهم كلهم المشاريع هذو، على بالي بيهم، لأن السياسة مش نفس السياسة. الجزائر لا ليس لديها نفس العلاقات الدولية كما العلاقات الدولية تاع الإمارات، أو السياسة بتاع الإمارات، أو الأسس اللي تبنت عليها الدولة تاع دولة الإمارات مش نفس الأسس اللي تبنت عليها الجزائر. الإمارات مش الإمارات كما الإمارات هي مجموع دول، هم اللي راهم يحكموا في الإمارات، مش دولة واحدة تحكم في الإمارات. كما قطر، قطر مش يقول لك قطر بنات الملاعب ودارت ودارت ودارت. قطر مش قطر، قطر هي الإنجليز، هي الأمريكان، هي إيطاليا، هي فرنسا، هي إسبانيا، هي الصين، هي اليابان، كل هذه الدول راهي مشاركة في بناء هذه المنشآت الرياضية وفي تسيير كأس العالم، وستشارك وستتقاسم الأرباح. الإمارات ما عطات غير الأرض، الإمارات ما عندهاش، شاركت غير بالأرضية، لأن كل هذه المشاريع، كل هذه الاستثمارات، أوروبا لم تعد تستوعب، تعد تستوعب كل هذه الاستثمارات، ما بقاش. دوك باش نشوفوا شواطئ جديدة وهواء جديد وبحار جديدة ويد عاملة جديدة، لازم نروح نستثمر في الأماكن الفارغة، في قطر والإمارات، في شمال السعودية، في مصر شواطئ كثيرة فارغة. إذن كل هذه الأموال الرأسمالية العالمية تستثمرها في هذه الأماكن. هذا مش اختيار نتاع رئيس مصر ولا رئيس الإمارات ولا رئيس السعودية، الاختيار نتاع الرأسمالية العالمية هي اللي تختار هذه الأماكن وتستثمر في هذه الأماكن، وبعدين هي اللي تقاسم الأرباح العائدات من هذه المشاريع. إذن لا مقارنة بين الجزائر التي تريد أن تتحكم في ثرواتها، ولا تريد التبعية لأي دولة، ولا تريد التبعية لأي رأس مال أجنبي. ما عندناش نفس السياسة، وما عندناش نفس المبادئ، ودولتنا شعبنا بلاد اللي يعني الكيان بتاعنا لا يقبل بما قبل به السيسي وبما قبل به رؤساء الدول هذه العربية التي فتحت بلادها للاستثمارات على الرأس مال الأجنبي. لأن عندما تفتح رأس مالك للأجنبي، ماذا يعني؟ يعني ذلك أنك ستسمح في القيم، نتاعك، لازم تسمح في القيم نتاعك، وتذوب، لازم تذوب في المجتمع الأوروبي، كل المظاهر نتاع الاجتماع الأوروبي لازم تقبلها، لازم تقبلهم، أن يكون لك هوتيل، وأن يكون في الفندق يكون لك بعض الأشياء التي لا يقبلها الدين. إذن لا بد أن تسمح في كل هذا الشيء، الشيء اللي قام به السيسي وحكماء الخليج بصفة عامة. كما نقولوا القاوري يقول لك ils ont vendu leur âme au diable، هذوك الرؤساء ils ont vendu leur âme au diable qui a beaucoup d'argent le diable، للحديث قياس والفهم يفهم. نعود إلى مدينتنا،
نحن نريد بناء مدينتنا بأموالنا، ونريد أن يسكنها شعبنا، ونريد أن نحافظ على قيمنا. هذا هو السبب، لكن معليش فيها بعض الغلطات، لأنه النظام الرأسمالي العالمي عنده قيم، بعض القيم إيجابية. لازم نعرف نكون انتليجون، تكون عندنا فكر إيجابي، نكون إيجابيين، ما لازمش نرفضوا كل شيء، لازم نعرف واش نتقبل، نعرف ما يفيدنا وما ينفعنا وما يضر. نجي لواحد النقطة إيجابية كثير في المدينة تاع مصدر في الإمارات العربية المتحدة. هما نهار داروا المدينة تاعهم، أول بناية بنوها مجمع، بنوا جامعة. هذيك الجامعة كانت تصب فيها كل الأفكار البناءة في مجال تطوير الطاقة، في مجال تطوير الكهرباء، في مجال المواصلات، لا موبيليتي اوربان، سكون ابل لا موبيليتي اوربان، في مجال الحفاظ على البيئة، في مجال البناء كذلك، طرق في البناء اللي تكون صديقة للبيئة. يعني هذيك الجامعة كانت بوتاقة، ما جابوش علماء، جابوا غير طلبة اللي عندهم دي ماجستير في ميادين معينة، يجوا للجامعة هذيك ويكون عندهم التيران تاع التطبيق في المدينة هذيك. إذا بداو بالجامعة، هي المنطلق، يعني يصدر له السيرفو نتاع المدينة، باسكو المدينة كانت مازال ما تبناتش، والأفكار كانت متبلورة، وكانت يعني الأفكار كانت متحركة، كانت تجربة، كان فيها تجربة لا متناهية ومتواصلة، كل يوم فيه تجارب جديدة، وكان التجسيد على الواقع في المدينة بالذات. هذه هي الفكرة اللي كان يعني l'innovation c'est ça le moteur. اي عمليه ما تكونش فيها l'innovation la créativité تموت، تتحجر وتموت. لازم الافكار تكون متحركه، ومتحركه في الاتجاه الايجابي. الشيء اللي ما كانش وما عندناش احنا في مدينه تاعنا تاع بوغزر ولا في اي مدينه، عندنا دي سلوغون بصح في الارض ما كاش، كيما في سيدي عبد الله، درنا المدينه تاع سيدي عبد الله وحبيناها تكون مدينه انتيليجونت ذكيه، لكن لم نقوم بما كان يجب القيام به. درنا ان سيبر بارك في المدينه الجديده تاع سيدي عبد الله، الفكره كانت جيده، يعني ان سيبر بارك يكون فيها مكان باش تنوض المؤسسات فيه وتكبر المؤسسات وكذا، وهذيك المؤسسات تشارك في تطوير المدينة هذيك، لكن لم يكن هناك عمل في الميدان ملموس فيه بعض العمليات نتاع السيبر بارك هذاك. كما نقولوا الحضانه تاع كان في حضانه نتاع المؤسسات الناشئه، لكن لم تكن بالمستوى المطلوب، وبقات عمليه بناء العمارات لم تتغير، تشبه في العمارات في التراب الوطني. اما نعود الى بوغزول، مدينه بوغزول واش بداو يخدموا؟ أول مشروع الذي بني، ما هو أول مشروع بني في مدينة بوغزول؟ هيا سؤال، ان كيستيون بوان شامبيون كما لو بروميي بروجي اللي تبنى في مدينة بوغزول. ما تضحكوش علينا، ما تضحكوش على البلاد، ما تضحكوش على المسؤولين، مساكن الله غالب هذاك واش عطى.
بناو بلدية، بناو إن ميري، بناو إن ميري هي أول مشروع بنية في مدينة بوغزول. هاي هنا هذا هو أول مشروع بنية في مدينة بوغزول بلدية. استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تعني البلدية؟ ماذا تعني البلدية؟ تعني البيروقراطية. باش البلدية تعس كل واحد يتحرك، اللي يجي يتحرك تعطيه. هذا هو التفكير نتاع المسؤولين تاعنا، هذا هو التفكير نتاع المسؤولين ديالنا، تفكير بدائي بدوي تاع بقار بقار بقارين، يحوسوا يتحكموا في كل شيء. يعني مشروع هذه البلدية، أول مشروع بنية في مدينة بوغزول هو مشروع البلدية. كل ما تجي دير حاجة لازم تروح البلدية تجيب لو بيرمي، دير الدوسي وتجيب البيرمي وتسنى حتى يعطيك لوتوريزاسيون التسريح باش تروح تبني. هذا هو أول مشروع بنية في مدينة بوغزول بلدية، بنو بلدية بلدية. هذه هي الجزائر، هذه هي بلادنا، ماشي هذه هي بلادنا، هذا هما الحكام اللي راهم يحكموا فينا. أول مشروع بني على مدينة بوغزول هو مدينة هو بلدية. الله يجيب الخير إن شاء الله. إذن هذا هو المشروع تاع بوغزول، وهذه هي بعض، أعطيتكم بعض الحقائق، بعض المعلومات عن المدينة، وهذا هو الوضع التي وصلت إليه واللي راهي ليه فيه هذه في 20 فيفري 2021. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.